قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل مهموم وكل واحد شايل الهم وكل واحد محزون وكل واحد حاسس إن هو تعبان، الدعاء ده لو قلته أو الذكر ده لو قلته 7 مرات الله يكفيك ما أهمك من أمر دنياك بس لا وآخرتك كمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه من دنياه وآخرته. يلا حافظ على هذا الدعاء وعلمه لغيرك وتيقن عليه، ستجد بإذن الله سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.